عسلامة. عسلامة أختي، مرحبا. مرحبا بك، مواطن تونسي تحديدا، جيتنا من سوسة. بالضبط، من سوسة. تحية لأهلي سوسة. عايشك، مرحبا بك. شو اخترت تحكي معنا على الغلاء المعيشي باعتبار أنت متزوج وعندك عائلة، دونك مأثر عليك شوية الحكاية؟ والله حبيت نحكي على غلاء المعيشة لأنه فما غلاء فاحش وفما انفلات في الأسعار، شيء رهيب. دوتال فاسون ولات ريمركابل الحكاية، يعني ولا كيما اللي يخلص برشا كيما اللي يخلص شوية. الاحتياجات والالتزامات نتاع الشخص ولات كيما نقولوا نحن بلغتنا العامية تراب أكثر من حفرة. دونك أني نحكي على شخصي باغ اكزومبل، أني نخدم في خدمة محترمة مع المدام، تخدم في خدمة محترمة، داري ملك، وقاعد نعاني الحقيقة نتاع ربي. علاش نعاني؟ لأني وهذا نداء للسلطة ولا القيس سعيد ولا الناس اللي قاعد تفرش فينا. بالحق حاولوا أنكم تضغطوا على الأسعار، اضغطوا على الأسعار، لأنه المواطن ولا ما عادش خالط. تمشي للسوق، سوق ميت، تمشي باش تشري دبش، تمشي باش تمشي تشري أي حاجة، تلقى الناس تعاني. اللي عنده بروجي ولا يخلص ولا شهرية وكذا، علاش؟ أني حسب رأيي هكا، لأنه فما حاجات حاجات مسعره، كما نقولوا نحن مثلا السميد والكسكسي والمقارونه ولا الطماطم ولا حاجات هذيك، هذيك هاني مسعره تو، وهي رغم ذاك مش موجوده، المسعر مفقود. والحاجه اللي ماهيش مسعره كما نقولوا نحن البرودوي نتاع النظافه ولا ديودورون ولا شامبوانات والا مثلا نحكيوا على الشكالات ولا الحلاوي، هذيك الحاجات معناها انفلات رهيب. معناها اني نمشي نشري مثلا من الجرون سيرفاس، ندخل الشهر هذا ناخذ بالشهر قضيتي، ندخل الشهر هذا نلقى سوم، الشهر الجاي نلقى سوم، والشهر اللي بعده نلقى سوم. وين الرقابه؟ وين الدوله؟ السوم هذاك هو مضبوط؟ ما فماش. قلت لك الحاجه المسعره هاني ظاهره مسعره، اما الحاجه ماهيش مسعره، مسيبه على ترقك، على ترق ذراعها نقولوا نحن. بالحق معناها ما فهمتش، معناها اللي يراقب الاسعار وين؟ وزاره التجاره وين؟ الدوله وين؟ باهي متفاهمين اخويا، نضحيو مع بلادنا، وبلادنا في وضع خايب، وبلادنا في وضعيه تسحق انه التوانسه الكل تتكاتفوا مع بعضها. اي ومن بعد الى متى؟ الى متى باش نقعدوا هكا؟ معناها شوفوا حل في الفلاحه، اعملوا اكتفاء ذاتي. لتو مثلا الدوله كيف تونس من عهد بورقيبه لتو، الشعب كيما تونس يستهلك السميد والفارينه بصفه كبيره، تونا عندنا اكتفاء ذاتي، تونا نستورد فيه من برا، نوصلوا نحن البطاطا نجيبوها من مصر. علاش جيبوها من مصر؟ علاش ما تعملش ترشيد لهنا؟ عندك ازمه نتاع مياه وعندك برشا مشاكل، تعمل ترشيد لهنا وتعمل استقلاليه في الفلاحه نتاعك، فهمت؟ هذا باش يقلل. انت خاطر تجي تحكي مثلا مع المصنع، المصنع يقول لك اني عندي مشكله في الطماطم ولا عندي مشكله في كذا، وهذا يتاتى عليه انه المواطن في الاخر. في الاخر شكون المتضرر؟ المتضرر هو المواطن. المواطن معناها راس الهم داد عيشه كما نقولوا نحن. في الاخر هذايا راس المال ولا الشركه، يقعد ديما انسان رابح، ديما عنده شركه، ديما عنده كذا، عنده فايض، عنده، فهمت؟ ام المواطن جيبه تمس. واني الحقيقه نحكي حتى على نفسي، عندي اصدقاء ناس عندها شركات، وعندي اصدقاء شهاره كيف يعني وكذا، الناس كل قاعده معناها تعبه في الوضعيه هذا، وما نعرفش يعني الى متى باش تقعد الحكايه هذه. ممكن نقراو حساب الحروبات، الازمه العالميه اللي قاعده تصير، وهي اللي نشوفه في الحرب والحروبات معناها تنجم تزيد تكبر، اللي قاعد يصير في الشرق الاوسط، وهذا قاعد ياثر علينا بالسلب. وشفنا نحن في الكورونا معناها كيفاش عانينا وكيفاش قاسينا معناها في برشا حاجات، وكي تسكرت علينا القمح ولينا حتى الخبز بالصف، معناها تصور واحد خبزه شد على صف، سكر شد عليه صف. اني والله نحكي على نفسي، اني ما نجمش نوقف على صف باش ناخذ سكر حتى كي تبدا روحي فيه. اما تتلزع عندي بيبي بار اكزومبل ما يرقد لي كان بالحليب، معناها يلزمني اني نتشحت العباد ولا اني باش ناخذ باكو حليب؟ مش معقول. معناها احنا خلاص الحديث، يحبوا يخليوا المواطن مخه في حكة طماطم، المواطن مخه في باكو سكر، المواطن مخه في باكو مقارون. ناس تعملت ناتحات سحاب، ناس عملت قناطر، ناس عملت شركات، ناس عملت اقتصاد، عملت فائض في الاقتصاد، عملت، واحنا قعدنا مخنا مرهون في حكة طماطم. مش معقول والله، شيء نرفز. مع الرئيس ونحبوه وتونس كل تحبه، ما عندناش حتى شك في الحكاية هذه، ومعاك للاخر. اما كوما معناها فما مقومات الحياه، فما حاجات بسيطه يلزمنا نخدموا عليها، ويلزمنا مش اني باش نخدم عليها، اني من منبري يقولوا نحن ولا من الزاويه الضعيفه نتاعي. اما فما ناس قاعده تخلص من شهريتي ومن شهريتك ومن شهريتك ومن شهريت الناس كل، هذيك تتحطت غاديكا باش تقضينا شورنا وتصلح لنا وضعيتنا.
شو تقعد تفرج علينا ماشي في كهرباء جاي وقرد كورات ويسونس وسخط على راسك، واحنا الشعب يعاني في الاخر معناها تتمسين حتى باكو دواء واحد يلقى فيه مشكله ولا مش معقول. انا نحكي لك راني مالك معناها داري ملك، معناها زوجتك تخدم وانت تخدم ودارك ملك في بنك رغم هذا في شركه يعني اجنبيه بار اكزومبل ولاباس، معناها الوضعيه لاباس، اما كنا في نيفو وفما حاجات برشا استغنيت عليها، الخرجات استغنيت عليهم، القهاوي استغنيت عليهم، الوتله وماشيه، السياحه الداخليه ماتت، تو الناس مش لاقي ما تاكل، تحكي على مثلا السياحه الداخليه، ما عادش فما سياحه داخليه، العجله الاقتصاديه وقفت، فهمت؟ هذا ملي كنت تخمم في فواياج وليت فوالا وليت انا من با نجم نعاصر الحياه اليوميه، خبزنا اليومي ما عادش خالطين عليه، فهمت؟ دونك انا كي نغزى الناس الشهاره والناس الكاريه نقول ربي معاهم. فهمت، نقول ربي معاهم وربي يوفقهم وكو. وقتاش هكا بديت تحس انه الوضع المعيشي بدا يمس فيك انت في شخصك يعني؟ من الكورونا تقريبا، من 2020، من 2020 والله نحكي مع 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 زوجتي، عام 2016 كنا ناخذوا في شهريه وانا كاريه وقت اللي عرست، والله كانت عيشه الطياره ياسر، معناها وكنا كنت نخرج ويعرفوني الاحباب والاصحاب ديما في الوتله وديما خرجات وديما فهمت، تودانكو بدات تنقص الرفاهيه هذيك، بدات تنقص دو تيل فاسون، واحد ولا ما عادش ينجم يخرج، ما عادش ينجم يجي، ما عادش ينجم يعاسر، مع فهمت، وهذا باش يمس الاحوان تقولوا نحن العجله الاقتصاديه، باش يمس السياحه، باش يمس برشا حاجات، وما زالت تتازم الوضعيه حسب ما نشوف، ما فماش بوادر انفراج، ما زالت تتازم الوضعيه، دونك الناس المعنيه بالامر شمروا على ذراعاتكم وورينا شنو تنجموا تعملوا، ما تقعدوش تبيعونا كان في الحديث، وريني شنو تنجم تعمل، هذا هو. بحسب رايك كان هو السالير اللي نجم يخلي الانسان توا في الوضع الراهن يعيش مترفه؟ اخزر اختي، اذا كانت تحب تحكي مثلا واحد يحب يملك دار بار اكزومبل، واذا كان واحد يحب يملك دار بار اكزومبل باش ياخذ قرض ولا حاجه وباش يترهن مع البنك ونشوفه، معناها تو احنا بربي العقارات في سوسه بار اكزومبل ولا في تونس العاصمه كفر العقارات، تو معقول عقار في سوسه بالغلاء هذاك مع سميق تقريبا 400 اجر ادنى 400 دينار، معقول؟ معقول انت تحط ايدك على دار قديم ولا حاجه تلقاها مثلا ب 250 و 300 مليون، ابارتمون مثلا فيه 80 متر مربع يقول لي 400 مليون، بالحق ما تغينا بالحق، فما حاجات ولات انكسبتابل معناها بالحق، اللي غلاء زاد مواد البناء معناها على الاخر برشا حاجات فما انفلات ما فماش رقابه، وهذا ما يتاتى عنده انه غير انه المواطن قاعد يتعب وقاعد يعاني الحقيقه، سامحوني بربي على الانفعال لانه شيء موجود معناها في فهمت. نخلي لك الكلمه الاخرى، حصلوا نداء الى السلطه ولقيس سعيد، لانه بالحق ما عندنا ثقه كان في السيد هذاك، مع احتراماتي للسلطات الكل ومع الوزراء والناس الكل، يا سيد الرئيس الله يبارك لك، غلاء المعيشه ثم غلاء المعيشه، لانه نداء والنداء نتاعي ما نحبش المواطن التونسي يقعد مخه محصور في حكه طماطم وباكو مكرونه، راهو امالنا ولوفر فيو نتاعنا ونظرتنا للمستقبل اكثر من حكه طماطم، الله يرحم والديك، اكثر من حكه طماطم، هذا هو اللي نحكي فيه. شكرا، عايشك.